شوكولاتة المرجان الجزائرية بعد أن اكتسبت شعبية لافتة في أوروبا وخاصة إثر تهافت الفرنسيين والأوروبيين عليها، تصطدم اليوم بحظر فرنسي مفاجئ لتغلق لاحقا أيضا بقية دول الاتحاد الأوروبي الأبواب أمامها وتدرجها ضمن السلع المحظورة دخولها للأسواق الأوروبية. ووثق الإعلام الفرنسي استمرار احتجاز شحنة من عجينة الشوكولاتة الجزائرية بحاويات بميناء مارسيليا بحسب تلفزيون بي اف ام تي في، ووصف ذلك بأنه أمر غير طبيعي مثيرا سخط الفرنسيين، خاصة بعد تحقيق الشوكولاتة الجزائرية نجاحا كبيرا في السوق الفرنسية وزيادة الطلب عليها بحسب صحيفة الهافينغتون بوست. واستند الحظر الأوروبي إلى عدم توافق المنتج مع لوائحه، وقد شكك المسؤولون الجزائريون في الأسباب الحقيقية وراء توقف استيراد عجينة المرجان إلى أوروبا. ومثلت عجينة المرجان الجزائرية أبرز المواضيع المتداولة في فرنسا خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد تحول المنتج الجزائري إلى قصة كبرى تناولتها العديد من البرامج المتلفزة في فرنسا، وانتشرت لها مقاطع فيديو على تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك توثق طوابير من العملاء في محل التجزئة ينتظرون دورهم للحصول على المرجان. وفوجئت شركة سيبون الجزائرية المنتجة للمرجان بشعبية منتجها في فرنسا.